احنا متوقعين نوعا ما انه الحالات اللي بتطلع لمستشفى الجامعي هي حالات بتكون خطيره، فاحنا بنكون مجهزين حالنا نشوف اشياء شبيهه زي هيك، لكن ما حدش بجهز حاله انه يشوف والده على السرير. هنا ساد صمت مطبق، قسم الطوارئ كامل، حالة من الصدمة، حالة من الشوك، حالة من الإنكار كانت في قسم الطوارئ. كل الطواقم الطبية صمتت، لا أحد يعلم ماذا يفعل، لا أحد يعلم ماذا يقول. بيشتغل مدرب في مدرسة، مدرسة سياقة، فهو كان متواجد في المدرسة، المدرسة بعيدة عن مواقع الاشتباكات، فهو كان رايح على المسجد يصلي. فخلال خروجه من المسجد كان الجيش بينسحب، فصار إطلاق نار خلال انسحاب الجنود ووجدت الرصاصة بصدره.